اوكي تمام خلاص نبدأ. تمام. هاي يا جماعة، الناس مشت قرت النورمال ليبر ولا لا؟ الناس اللي قاعدين كده افتحوا المايكات. ايوه طيب اوكي، الليلة قلنا هنتكلم عن الاب نورمال صح؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا شوية عن النورمال ليبر، قلنا اصلا عشان نقول عليها نورمال ليبر المفروض شنو تكون شنو زول يقول لنا. يا أسرار أيوة انتوا ممكن تفتحوا المايكات دي عشان يبقى تيتوريال الناس تتداخل، يعني الناس كلها تتكلم، ممكن تفتحوا المايكات؟ يا جماعة، أي زول ممكن يفتح المايك ده عشان يتكلم عادي يا جماعة. ما هو تيتوريال مالك شر، انا هقول انتوا هتسمعوا صح؟ يلا افتحوا المايكات. يا دكتورة، ايوه هي spontaneous vaginal at term single without maternal or neonatal complication. يعني شنو قولي لنا من البداية؟ A normal labor it is spontaneous spontaneous من الأول. أيوة أها، وتكون vaginal vaginal تاني at term كرة term سنجل العود كوم يكون سنجل. كم سنجل without maternal or fetal complication. ايوه دي الكرايتيريا بتاعتنا شنو نورمال ليبر، يعني تكون سروال بيرث كانال وما يكون حصل فيها كومبليكيشن وسبونتينيوس انسيت، وبرضه يكون في شنو ديورينج افريج تايم، يعني اذا بقت برولونج ليبر برضه اب نورمال ليبر صح، وما فيها كومبليكيشن لا على الفيتال ولا على المزر. يلا لو جينا نتكلم عن الاب نورمال ليبر، اب نورمال ليبر معناها في واحدة من الكرايتيريا فيها مشكلة صح؟ طيب معناها الاندكشن اوف ليبر الانديوز ليبر اب نورمال ليبر، يعني انا لو جيت اتكلم عن الاب نورمال ليبر اغلب التوبكس حقت الاوبس، يعني شنو يعني التوين اب نورمال خلاص؟ المال بوزيشن يعني اذا كانت اوكسيبيتو بوستيريال يمكن المال بوزيشن ممكن يكون نورمال ليبر لانه ممكن يحصل له روتيشن في النهايه تكون اوكسيبيتو انتيريال، لكن المال بريزنتيشن از اب نورمال ليبر، يعني اذا بريتش اذا فيس اذا برو ده كله شنو اب نورمال. اذا حصلت كومبليكيشن ذاته ديورينج الدليفري في الفيرست ستيج ولا في السكند ستيج ولا في الثيرد ستيج برضه ذيس از اب نورمال ليبر تمام. اذا حصلت كومبليكيشن افتر ذات يعني complicated by postpartum hemorrhage دي برضه شنو؟ abnormal labor. فيبقى لو انا عايز اتكلم عن ال abnormal labor كلهم هتكلم كتير، فنحن ممكن شنو؟ كل مره نتكلم عن جزء خلاص، يعني مره نتكلم عن المال presentation عن مال position، مره نتكلم عن ال الاب نورمال ما هتغلبك خلاص. طيب الليله ممكن نتكلم عن جزء من الاب نورمال اللي ابر خلاص. طيب نتكلم عن البريسيبيتات ليبر، يعني شنو بريسيبيتات ليبر؟ اها منو يقول لنا يعني شنو بريسيبيتات ليبر؟ precipitated يعني rapid
يعني ربت تبت يعني قدر كيف كم يعني لما تكون وزن كم hours أنا أقول دي precipitated labor less than 3 hours هي less than 4 hours from the onset of the labor لحد the expulsion of the fetus تكون كم less than 4 hours خلاص دي precipitated labor البريسيبيتيتد ليبر كومون في الملتبرة تمام يعني الملتبرة هي اتريسكي انه يحصل لها بريسيبيتيتد ليبر اكثر من برايم جرافيدا يعني هي الريال جدا انها تحصل في برايم جرافيدا لكن كومون في الملتبارس طيب الاتيولوجي والريسك فاكتور شنو اذا كانت عندها previous history of precipitated labor هي at risk of precipitated labor أو إذا كانت ملتبرة زي ما قلنا لأنهم عندهم risk إذا عندها cervical incompetence at risk لأن لما يكون عندي cervical incompetence مع contraction بتوقع delivery يحصل شنو سريع إذا كانت ذات pregnancy ده preterm يعني small baby preterm أو IUGR بس برضو risk لل precipitated labor يبقى الملتبرس risk والبريفيس هيستوري اوف بريسيبيتيتد ليبر السمول بيبي يعني ناس الاي يو جي ار او البريتيرم ليبر السيرفايكال انكومبتنس اذا انت عملتي اندكشن ان كنترول يعني عملتي مثلا بروست جلاندين ان كنترول ده برضه ريسك للبريسيبيتيتد ليبر طيب شنو مشاكل البريسيبيتيتد ليبر البريسيبيتيتد ليبر عندها ماتيرنال ريسك وفيتال ريسك المتين الريسك ممكن يحصل لي متين شنو اكزوكشن سيرفايكال لاسيريشن فاجينال لاسيريشن ممكن يحصل برينيه تير ممكن يحصل بسبارتم هيموريد البسبارتم هيموريد ذات بيحصل ليه ممكن يكون من الايتونيا خلاص وممكن يكون من التير لانه البريسيبيتيت ليبر ريسك للتروما اذا كان سيرفايكال ولا فاجينا ولا لاسيريشن ده ممكن اعمل ليه بسبارتم هيموريد الفيتال ريسك compression and decompression of the head ممكن يؤدي ل intracranial hemorrhage وبرضه ممكن يحصل له تير وبرضه ممكن يحصل له laceration وتاني ممكن يحصل asphyxia الasphyxia ممكن تكون سببها ال contraction ال repeated contraction ممكن تعمل asphyxia للبيبي تاني برضه ال repeated contraction ممكن تعمل abruption الأبروب شو ممكن يعمل لك على UFD تمام؟ يعني برضو ممكن من الريسك الفيتال ديستريس إذا كان ديوتو للأسفكسيا أو ديوتو للأبروب شو طيب how يعني أنا how to minimize the risk من البريسيبيتيتد ليبر إذا عندي عيانة عندها previous history of precipitated labor يكون عندها عمل لها good counseling إنها to be admitted as early as possible يعني شنو؟ يعني تجي المستشفى when she feel a labor pain so it's يعني حتى لو كان weak تجي as early as possible خلاص؟ لأنه هم دائما البريزنتيشن حقهم بيجوا في الليتن فيس في الليت ليتن فيس لكن من الليت ليتن فيس دي لحد الدليفري بيكون في very short time عشان كده لو عندها previous history of precipitated labor to be admitted as early عيانة عندها previous history of precipitated labor في الفيرست ستيج انت to prolong the first stage of labor تدي بدور الانالجيزيا عشان to prolong the first stage of labor وتو برولونج السكن ستيج اوف ليبر تعمل شنو ديلي البيرينج داون متين البيرينج داون as much as possible يعني البيشن ما مما تبقى فولي دايليتد تقول لها تو بي بيرينج داون نو تحاولي تو برولونج السكن ستيج بانك تديلي البيرينج داون اوكي وبرضه بالانالجي يعني انه في قلنا في الفيرس ستيج بالانالجيزيا في الدليفري اللاو كنترول الهيد كنترول شنو ممكن بالبرينيال سبورت عشان نحن تو افويد الانجريس
نعمل شنو؟ كنترول الهيد ديليفري بالبرينية سبورت. تاني ممكن نعمل شنو؟ active management of said stage of labor، لانه بكونوا ريسك للبوستبارتم هيموريد، نعمل لهم active management of said stage of labor. برضو نعمل شنو بعد الدليفري؟ exploration للسيرفيس عشان اذا في laceration او في تيت to be diagnosed early and treated. تمام؟ بعد ذاك بعد الدليفري نشيل النيو بورن نوديه النيرسري to be examined. إذا في لاسيليشن، إذا في أسفكسيا، إذا في إنجري، to be شنو treated as early as possible. أوكي؟ طيب، دي باختصار الكلام المهم في البريسيبيتيتد ليبر. في زول عندي سؤال في البريسيبيتيتد ليبر؟ دكتورة صفاء، أنت قاعدة تتكلمي ناسي؟ لا طيب other abnormal labor is a prolonged labor. Prolonged labor it means إنه it takes more than 20 hours in prime gravida or more than 14 hours in multibra. طيب البرولونج ليبر انا ممكن to be diagnosed by partogram. البارتوجرام بيكون الشكل واضح انه في stage prolonged، يعني برولونج ليبر من البارتوجرام، بس من الشكل بتاع البارتوجرام انت كان diagnose prolonged labor. طيب البرولونج ليبر ممكن تكون في الفيرست ستيج وممكن تكون في السكند ستيج. الفيرست ستيج عندها كوزز عندها مانجمنت، وفي السكند ستيج عندها كوزز وعندها مانجمنت. اذا كان البرولونج في الفيرست ستيج، طيب اذا كان البرولونج ممكن يكون برضو في اللاتنت فيز وممكن يكون في الاكتيف فيز. طيب اذا هي برولونج ليبر في الفيرست ستيج الكوزز ممكن تكون شنو؟ ممكن تكون 3B، يا إما في الباور أو الباسنجر أو الباسج. الباور يعني يكون عندي inefficient uterine contraction، يعني العيانة دي ما progressing well، يعني ما إذا كانت هي بارس ما 2 سنتيمتر every 1 hour. ليه؟ لأنه أجي أحسب أول حاجة الـ contraction، is it a 3 contraction 10 minutes each contraction 30 to 50 second or less، لأنه ممكن السبب الأول يكون إنه عندها inefficient contraction عشان كده is it not progressing well. السبب الثاني ممكن يكون في الباسنجر، يكون البيبي ماكروسوميك. أنا ده ممكن أعرفه كيف؟ من الكارت بتاع البيشن، الانتيناتال كير، الالتراساوند حقتها، عمل انا التراساوند هسي، عمل اكزامينيشن، عمل بي في، اشوف الهيد ده ويل ابلايد على السيرفيس ولا الهيد ده بعيد. ده كله بياكد لي انه البيبي ماكروسوميك. من الاكزامينيشن ابدومينال، تمام، من الالتراساوند، من البايومتري بتاع الفيتال. طيب ده بالنسبه للباسنجر. الباسج يعني الكنال، ممكن يكون contracted pelvis، ممكن يكون في في ال passage فيه obstruction. obstruction ممكن يكون bony، يعني يكون عندي contracted pelvis، ممكن يكون soft، يعني مثلا عندي ليوميوما cervical fibroid، أو uterine تكون مثلا في lower segment خلاص obstructed descent عشان كده بقت برولونج
labor. بكله من ال first stage prolonged labor. طيب المانجمنت اكوردنج للكوز، يعني مثلا اذا لقيت المشكله في الباور عندي انيفيشن كونتراكشن ممكن المانجمنت تكون شنو باي اوكسيتوسين. تمام. اذا كانت في البسنجر او البسج ممكن المانجمنت تكون سيزيريان سكشن. طيب انا هاو تو دايجنوز، قلنا البارتوجرام، البارتوجرام هو بيعمل لك دايجنوز للبرولونج ليبر. في المانجمنت برضو ما انسى انه انا المفروض اعمل اسسمنت للماتيرنا اسسمنت للفيتر. الاسسمنت للفيتر بيكون بالاوسكلتيشن للفيتر هارت وبالسي تي جي، وللماتيرنا بيكون من الاكزامينيشن من الفيتال ساينس وابدومينال اكزامينيشن وفاجينال اكزامينيشن. لازم في المانجمنت يكون في اسسمنت للبيشن للماتيرنال وللفيتال، وممكن يعني لو ممكن الاسسمنت حقك يغير البلان. يعني مثلا اذا انت عملت اوسكلتيشن او عملت سي تي جي وبقى في فيتال ديستريس ممكن يكون المانجمنت سيزيريان سكشن كنت تلقاه براديكارديا البيبي. تمام. يعني اسسمنت جزء من المانجمنت في البرولونجد ليبر، واصلا انت بتكون فولوينج العيانه بالبارتوجرام. البارتوجرام فيه شنو؟ فيه الفيتال هارت وفيه الفيتال ساينس بتاعت البزر. يعني البارتوجرام بيملك دايجنوزيس للبرولونج ليبر. طيب ال كده عرفنا الايتيولوجي في الفيرست ستيج شنو، وكيف المانجمنت للبرولونج ليبر في الفيرست ستيج. اذا كان عندي برولونج السكن ستيج، البرولونج السكن ستيج يعني شنو؟ يعني اذا كانت برايم جريفيد فولي دايليتد مور ذان 2 اور دي برولونج سكن ستيج. واذا كانت بارس وبرولونج سكن ستيج اذا كانت مور ذان 1 اور فولي دايليتد. خلاص انا برضو بجي بعمل شنو؟ ببدا بالاسسمنت. الاسسمنت بيكون بالبارتوجرام، بيكون بالهيستوري، بالاكزامينيشن. تشوف البارتوجرام حقك، تعمل اكزامينيشن ابدومينال فاجينال، بعد ذلك تشوف الدياجنوزيس حقك انه دي برولونج سكند ستيج. برولونج سكند ستيج ليه؟ خلاص. طيب المانجمنت في السكند ستيج اما انك انت تعمل شنو؟ انسترومنتال ديليفري او انك تعمل سيزيريان سكشن. الانسترومنتال ديليفري عندها بري ريكوزيت، اذا تحققت البري ريكوزيت ممكن to be managed by instrumental delivery. اذا لا ما في طريقه للانسترومنتال ديليفري طوال سيزيريان سكشن. خلاص. طيب الانسترومنتال ديليفري اللي هم الفنتوس والفورسبس عندهم بري ريكويزيت، يعني انا ما ممكن اعمل انسترومنتال ديليفري اذا كانت الستيشن حقتي ابوف الزيرو ستيشن، يعني اذا كان في الماينس ما بقدر اعمل انسترومنتال ديليفري. طيب اذا كان مثلا بلو الزيرو ستيشن كل البري ريكويزيت ازن، خلاص ممكن اعمل الانسترومنتال دليفري. وافتر شنو؟ الماتيرنال ويش بتاعته تكلم البيشن تاخذ منها كونسنت انه نحن حنعمل لكي انسترومنتال دليفري، حنجر البيبي بالجفت لانه السبب لانه البيبي مثلا اتاخر، لانه البيبي ضايق والبيبي قريب ممكن نجره اسرع من العمليه. تعمل كونسلنج للبيشن تاخذ منها كونسنت، بعدك ممكن تعمل انسترومنتال دليفري. الاوبشن الثاني سيزيريان سكشن. طيب اذا البيبي از اوكي والماتيرنال از اوكي، انا عملت اسسمنت لقيت البيبي كويس والمذر كويسه وكان ويت افتر كونسلنج ذا بيشن، ممكن تنتظر ثاني سبونتينوس دليفري. طيب يبقى عرفنا البرولونج ليبر ممكن تكون في الفيرست ستيج وممكن تكون في السكند ستيج، عرفنا الكوزز حقتها وعرفنا كيف بنعمل لها مانجمنت. طيب الريسك شنو للبرولونج ليبر؟ البرولونج ليبر ممكن تكون ريسك لماتيرنال اكزوستشن، ممكن تكون ريسك لفيتال ديستريس، ممكن تكون ريسك لبوسبارتم هيموريد، والبرولونج لابشر اوف ممبرين ممكن يكون ريسك للسبسيس. خلاص. وبرضه ممكن تكون ريسك للربشر يوترس. حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها في الليبر البارتوجرام، لازم تعرفوا كيف بتقروا البارتوجرام، كيف بتملوا البارتوجرام، لأنه هسه زي ما قلنا
اغلب الكلام في الليبر عن البارتوغرام. هسه الدياجنوز حق البرولونج ليبر بالبارتوغرام لازم تعرفوه وتشوفوا الورقه دي بعينكم كيف بتتملي، شنو المعلومات اللي فيها، انا المفروض اكتب هنا شو. خلاص تكونوا عارفين البارتوغرام هنا انا عاود، وهو من الاسئله الكومن في الامتحان البارتوغرام. طيب abnormal labor تاني ممكن نتكلم عن obstructed labor. طيب لما انا اقول obstructed labor يعني شنو؟ يعني failure of the delivery of the fetus due to شنو؟ mechanical obstruction. whatever الميكانيكال اوبستراكشن دي شنو. خلاص طيب how to diagnose الاوبستراكتد لابر. الاوبستراكتد لابر لما تيجي تعمل دايجنوز الاوبستراكتد لابر تاخد هيستوري. خلاص مثلا في الهيستوري بتلقى انه عندك برولون في الفيرست ستيج او السكند ستيج. من الهيستوري اول حاجه بتبدا بالهيستوري، بعد ذلك بتعمل اكزامينيشن. الاكزامينيشن بتعمل ماتيرنال اكزامينيشن، ممكن تلقاه تاكيبنك تاكيكارديك هايبوتنشن. خلاص دي هايدريتد اوليجيوريك، ممكن تلقى عندها دراي تانك دي هايدريشن. تمام بتعمل ابدومينال اكزامينيشن، بتلقى الابدومين ستنس كونتراكتد. خلاص الوترس كونتراكتد تنس وتندر. في الفجاينال اكزامينيشن بتلقى الساينس بتاعت الاوبستركتد ليبر. خلاص اللي هي شنو؟ اللي هو بتلقى عندك اوديميت السيرفكس، بتلقى الهيد از نوت ويل ابلاي على السيرفكس، بتلقى عندك لارج كبوت. خلاص ممكن يكون عندك مال بوزيشن هو سبب الاوبستركشن ذاته، يكون عندك شنو؟ مال بوزيشن، او يكون الهيد مايكروسوميك. تمام طيب السبب شنو بتاع الاوستراكتد ليبر؟ الاسباب ممكن يكون عندك هي ممكن تشبه اسباب البرولونج ليبر، لانه البرولونج ليبر ذاتها اذا ما دايجنوز ايرلي ومانجد ايرلي ممكن تكون اوبستراكتد ليبر. خلاص الاوبستراكتد ليبر الايتيولوجي ممكن يكون كونتراكتد بلفس، بكون فيتال ماكروسوميا يعني الويت مور ذان 4.5 كي جي، يكون مال بريزنتيشن مال بوزيشن، ممكن يكون سوفت تيشو obstruction زي ما قلنا اذا عندنا ليو مايوما، ممكن يكون عندنا لوكتين سيرفايكال ديستوشيا. في الدياجنوزيس برضو انت المفروض تعمل اوسكولتيشن. اوسكولتيشن ممكن تلقى فيتال برادكارديا فيتال تاكيكارديا او تلقى شنو changes زي ديسريليشن في التشنجز. الكومبليكيشن بتاعت الاوبستركتد ليبر ممكن تؤدي برضه لسبسيس، لانه بكون عندنا ريبيتد فاجينال اكزامينيشن برولونج رابشر اوف ممبرين. خلاص ممكن تعمل لنا بوسبارتم هيموريج، ممكن يحصل فيه ديستريس even fetal death يعني يحصل لك IUFD، ممكن تؤدي لشنو rupture uterus. طيب الاوبستراكتد ليبر حاجه مهمه برضو ممكن تعمل لنا فيستولا فزايكو فاجينال فيستولا. الاوبستراكتد ليبر المانجمنت ممكن المانجمنت السيف هو السيزيريان سكشن حتى لو كان البيبي ديد، يعني even IUFD هتعملها سيزيريان سكشن، لانه الانسترومنتال ديليفري في الاوبستراكتد ليفل از هازارد،
يعني ممكن لو تعمل انسترومنتال ديليفري يكون الريسك اكبر من انك تعمل سيزيريان سكشن. معناتها حتى لو كان الاوت كم ازداد انا سيف اسلي السيزيريان سكشن. طيب يا جماعة الكلام ده واضح؟ في أي سؤال في الكلام ده؟ أيوة واضح. البقية واضح. طيب طيب نتكلم تاني عن واحدة من الـ abnormal delivery. طيب نتكلم عن البريتش ديليفري. زول ورينا انواع البريتش بريزنتيشن. ثلاثة أنواع. طيب فرانك كومبليت فوترينج. طيب صح. في واحد الديليفري طوال السيزيريان سكشن بياتو فوتلينج. الفوتلينج از السيزيريان سكشن صح؟ ايوه تمام. طيب اي بريتش فور سيزيريان سكشن ولا انا ممكن ادي ترايل لفاجينال ديليفري؟ طيب البريتش can be delivered vaginally لكن الجايدلاين بتقول اي بريش فور سيزيريان سكشن. خلاص الجايدلاين بتقول اي بريش فور سيزيريان سكشن. لكن البريش لو جاتك مثلا فولي دايليتد او 8 سنتيمتر وهي برف ممكن تبي ديليفر فاجينالي. لكن في كرايتيريا معينه لازم تكون متوفره حتى انت تقولي انا ممكن اولد العيانه دي فاجينالي. البرايمية لو كانت بريتش الأفضل إنها تبي ديليفر سيزيريان سكشن لأنه هي قبل ما حصل ديليفر فاجينالي، فالأحسن والأفضل إنها تولي سيزيريان سكشن. يعني برايمي بريتش فور سيزيريان سكشن. أي بريتش فور سيزيريان سكشن ده قاعد لاين. لكن إذا جاتك العيانة فولي دايليتد أو نير فولي دايليتد ولقيت فيها الكلام اللي حنقوله هسي ممكن تبي ديليفر فجاينا. خلاص طيب اول حاجه يكون شنو اكستندد بريش بريزنتيشن. الويت يكون less than 4 kg. يعني لو بريتش والويت more than 4 kg الافضل سيزيريان سكشن. خلاص الفيتا ذات تكون نوت كومبرمايزد والليبر تكون اونست سبونتينيوسلي والنك ما اكستندد. لانه اذا عنده اكستندد نك وديليفرد فاجينالي بعدك حيكون عندك افتر كومينج هيد. خلاص ابدا عشان انت تديليفر بريش ديليفري لازم يكون الفيتا نوت كومبرمايزد الويت ليس عن فور سبونتينيوس اونست اوف ليبر اكستندد بريش بريزنتيشن والنك نوت اكستندد. خلاص طيب
إذا عندك بريش بريزنتيشن وعندها الكرايتيريا دي. طيب البريش بريزنتيشن يا إما تبي ديليفر سيزيرين سكشن أو فاجينال ديليفري أو في حاجة اسمها ECV. خلاص الكلام ده ما في الليبر، الكلام ده عموما في البريش يعني أنتيناتال. الأنتيناتال من الأنتيناتال إذا هي بريش بريزنتيشن أنت هتعملها كونسلك إن في حاجة اسمها إكستندد كيفاليك فيرشن ممكن تتعمل في البرايمية من الـ 36 ويك، وفي البارس ممكن تعمليها في 37، وفي كرايتيريا برضو عشان أنت تعمل الـ ECV ما بتعمل أي عيانة. خلاص طيب العيانة جاتك عاملة 8 سنتيمتر وبريش، طيب أول حاجة إنه فلنفرض العيانة فولي دايليتد بريش بريزنتيشن، الدليفري كيف التكنيك؟ الدليفري ذاته لازم يكون في حتة فيها السياتر ريدي، لأنه في أي وقت ممكن نخش السياتر وممكن تحصل لنا كومبليكيشن. تاني حاجة يكون عندي ترينت ميدوايف تعرف تولد بريتش. خلاص يكون عندي كونتينوس إلكترونيك فيتال مونيتورينج، يعني يكون المونيتورينج للفيتس كويس، ويكون عندي السياتر ريدي، وتكون الميدوايف شنو ترينت. ده بالنسبة للمكان، وتكون العيانة شنو عملت لها كونسلينج ووافقت على الفاجينال ديليفري ووريتيها الكومبليكيشن ممكن تحصل لها من الفاجينال ديليفري وهي اجري، يعني العيانة شنو كونسنتد، توريها والله ممكن الهيد بعدين ما يطلع، والله ممكن البيبي يحصل له، والله في مشكلة بتاعت كده، العملية كويسة وبتطلع البيبي كويس، لكن انت حتكون عندك عملية سابقة، المرة الجاية ممكن تلدي فيباك، الفيباك والله بتكون ريسك 75% ممكن تنجح، ممكن ما تنجح، تخش عملية ويبقى تاني ولاداتك عملية، العملية مشاكلها انك حترقدي معنا في المستشفى 3 يوم يومين، مشاكلها انك انت المرة الجاية ممكن تحصل لك التساعات، في العملية ذاتها ممكن يحصل لك شنو؟ يضربوا المثانة، يضربوا الباول، في انستيزيا. خلاص المهم تشرح للعيانه، توريها مساوي السيزيريان سكشن ومساوي الفاجينال ديليفري، توريها انه عندها ترايل للفاجينال ديليفري، اذا فات هنخش السيزيريان، وتوريها الكومبليكيشن بتحصل بعد العيانه توافق والحاجات اللي قلناها انه في سياتر وفي مدواي في كده، بعد كده ممكن شنو تدي العيانه تشانس فور فاجينال ديليفري. طيب التكنيك حق الديليفري، اول حاجه الماتيرنال افورت يعني البوشينج شنو ناخره، خلاص ما نقول للعيان برينج داون لحد ما نحن نشوف البوتوكس بعيننا، يعني لحد ما البريتش ده تو بي ديليفرد، ما هي بريتش بريزنتيشن، اول حاجه تو بي ديليفرد البريتش، حتى بعد ذلك نقول لها شنو برينج داون. طيب اول ما يطلع البوتوكس افتر ديليفري اوف ذا بوتوكس بنقوم نعمل شنو كفر على البيبي، انت بتمسكي دائما لما تيجي تو ديليفر البيبي بتمسكي من البوني برومينان، يعني ما تمسكي البيبي من بطنه ولا من حته سوفت، خلاص بتمسكي من حته البوني برومينان. طيب طيب البيشن اسي انا رايت ناو وانا شايفه شو البوتوكس ديليفر، اقول للعيانه بيرينج داون افتر دليفري اوف ذا بوتوكس، اخلي الباك انتيريال، خلاص اخلي الباك انتيريور تو ديليفر شنو الفوت، تمام اخلي الباك انتيريور اذا كان اكستندد انا هقوم اعمل ديليفري شنو للتو ليج اللي هو من شنو من الحته بتاعت ال من الحته بتاعت ال اوبليتير الفصة أوبليتي الفصة، طيب طيب يلا قلنا بعد ما شفنا البوتوكس بنعمل شنو بنعمل الباك انتيريال الليج اكستندد، تقوم تبرس على الأوبليتي الفصة بريس ان فليكس الليج تو ديليفر تو ليكس، خلاص كده بقى عندي الليكس اوت والبوتوكس، بقوم بعمل كفر للبيبي خلاص، وامسك البيبي من الحته البوني برومينانت، خلاص انتظر لحد ويت
until a delivery of the scapula والباك anterior. طيب لما تظهر الاسكابيولا بعد ده بعمل delivery لشنو؟ للarms للtwo arms. التwo arms بعمل لهم delivery كيف؟ بمانوفر اسمه اللوفس مانوفر. بعمل press في الكوبيتال الفصة press وبعمل شنو؟ sweep around the chest to deliver the arms. التwo arms خلاص؟ deliver التwo arms. بعد ذلك بكون الباك انتيرير تمام. انتظر لحد الروت اوف هير لحد ما اشوف الروت اوف هير يعني شنو يعني فوق للنك. بعد ذلك الديليفر اوف ذا هيد. الديليفر اوف ذا هيد ممكن يكون بشنو بمانوفر اسمها ماريشو سيمليفيت مانوفر تمام. ماريشو سيمريفيت مانوفر. إذا أنا فيل بالمانوفر دي ممكن أعمل فورسبس ديليفري تمام. الماريشو اللي هي بتخد الثري فينجر بتكون بتخد البيبي على الأرم على الأرم of the right hand. بتخد البودي of the baby على الأرم عن الفينجرز في شنو في ال ال في المال المالس تمام والنوس ومن ورا في الاوكسيبت وتعمل شنو فليكشن بالليفت هاند توارد ذا رايت هاند والبودي ويند في الرايت ارم تمام. ده الدليفري بتاع الهيد بالماريشو سيمليفيت مانوفر. تاني ممكن بالفورسرز اذا حصل تمام. اذا حصل شنو افتر كامينج هيد إذا الهيد شنو؟ fail to be delivered by this maneuver. أعمل شنو؟ هاي يا جماعة إذا fail to deliver الهيد by this maneuver. forceps معناه احنا قلنا الفورسبس وقلنا الماريشو سيمليفيت مانوفر وقلنا اذا فيل تو ديليفر الهيد باي ذيس مانوفر نعمل شنو؟ سيزيرين سكشن هو البيبي برا بس راسه قاعد جوا. هل دي سيزيرين سكشن؟ نكسر البيبيز بتاع المذر؟ دي آخر حاجة بنلجأ لها اسمها سينفوسوتومي اللي هي بنفتح من الحتة بتاعت الحتة اللي بيكون مابوني خلاص بنعمل فيها بنفتحها بنفتح السينفيسس بيوبس دي اسمها سينفوسوتومي. دي هي من السيرجيكال مانوفر واللاست وان وهسه بيجوا ما بيستعملوها ليه؟ لأنه الهيلينج بتاع السينفيسس بياخد لونج تايم عشان كده بيجوا شنو؟ ما قاعد يلجأوا لها السينفيسوتومي. فبيعملوا حاجة بيعملوا شنو سيرفايكال انسيشن خلاص بيفتحوا في السيرفكس عشان تو ديليفر الهيد تمام. دي واحدة من المانوفر سيرفايكال انسيشن بيقطعوا السيرفكس خلاص. تاني ممكن يعملوا يفتحوا سيرجيكال لكن ما اسمها سيزيريان سكشن لانه انت هتفتحي بس عشان تلز الهيد صح. الفتحه بتكون تحت يعني دي هتكون هيستروتومي تمام. اذا فيل انك تو ديليفر بالمانوفرز اللي قلناها. طيب كده واضح الدليفري بتاع بريش.
في المال بريزنتيشن إذا كان تكد البريش بريزنتيشن الفيس بريزنتيشن كان بي ديليفر فجاينالي سؤال ليا ايوه الفيس كان بي ديليفرد فاجينالي ايوه لانه اصلا الفيس بريزنتيشن الدايمتر حقه كم 9.5 ايوه زيه زي شنو زي الفيرتكس صح ايوه كان بي ديليفرد فاجينالي اما لو كان برو بريزنتيشن cannot be delivered by vaginal delivery لأنه البرو بريزنتيشن الدايمتر حقه كم؟ 13.5 which is شنو؟ impossible to be delivered by vaginal delivery صح؟ ده البرو بريزنتيشن الفيس كان بي ديليفرد ايزي لأنه الدايمتر 9.5 زيه زي الفيرتكس البرو فور سيزيريان سكشن تمام الفيس بريزنتيشن ذاته ممكن يحصل له شنو ما هو فيس بريزنتيشن ممكن يحصل له فليكشن وجيني اوكسيبيتو انتيرير او يحصل له مور اكستنشن وجيني اوكسيبيتو بوستيرير اذا حصل له فليكشن الدليفري بيكون اوكسيبيتو انتيرير اذا حصل مور اكستنشن هيجيني اوكسيبيتو بوستيرير والدليفري فيس بريزنتيشن كان بي فاجينال البرو اتفقنا انه كان not delivered vaginally for cesarean section تمام ده في المال بريزنتيشن البريش بريزنتيشن عرفنا المانوفر حقته في واحدة من المانوفر دي ما واضحة في البريش بريدليفري طيب يا جماعة نكتفي بهذا القدر اوكي يا دكتورة اذا في زول عندي سؤال ممكن يرسلها في الجروب بتاع التليجرام انت فيه او خليتك فيه تمام اوكي تمام تسلم يا دكتورة ربنا يبارك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله